السلام عليكم. دي مسألة production B. فكرة حلها بكل بساطة هو إنك تحول ال radius تخليه diameter، بتحل المسألة عادي. هي دي الفكرة يعني. تمام، عندك calculate the machining time، يعني هو عايز دي required to reduce the radius of an aluminium bar. اعتبر ده radius R capital from 20 اللي هو ال R capital to radius الصغير اللي هو R small by knowing that the length of the bar is، هسمي ده L node لأن ده مش الطول الكامل عشان لسه نضيف له دلوقتي أطوال صغيرة. تمام، the feed leaf. تمام، the depth of the cut لو A، the cutting speed هي V. تمام، the approach and the over travel is 5، يعني ده 5 وده 5. أول حاجة بحسبها في المسألة دي هو الآتي، إن أنا أحسب الطول اللي أنا هشتغل عليه، طول الستوك اللي أنا هشتغل عليه، فبقول اللي بتساوي اللي نود اللي هي طبعا ب 90 مليمتر زائد الـ approach والـ over travel. الـ approach 5، الـ over travel بـ5، يبقى الطول الكلي للقطعة اللي هنشتغل عليها هي 100 مليمتر. دي أول حاجة. تاني حاجة هو قال لي الـ radius الكبير كام؟ 20 مليمتر. أقول له أنا إذن الـ diameter الكبير هيبقى 40، لو نص القطر 20 تضرب في 2 يبقى الـ diameter الكبير هيساوي 40 مليمتر. ده الديامتر الكبير. تمام، قال لك ان الراديوس الصغير بيساوي 13.5 مليمتر، وبالتالي تروح انت قايل له كده اهو، دي معناها ان الديامتر الصغير تضرب دي في 2، 13.5 في 2 ب27 يبقى 27 مليمتر. بس ده فكرة حل. هو مديك الفيد اللي هو بف بنص مليمتر بالريفولوشن. تمام، ومديك الدبث اوف كات اللي هو الـ A بيساوي 1.3 مليمتر، ومديك كمان السرعة 150 مليمتر. كل اللي انت عايز تعمله انك تحسب number of passes، تقول له كده number of passes اللي هم دون بزلاب برمز I، دي عبارة عن ايه؟ بتساوي الديامتر الكبير minus الديامتر الصغير على 2 في A في عمق القطع، يعني هتساوي الديامتر الكبير بيساوي كام؟ 40 ناقص الديامتر الصغير 27 على 2 في عمق القطع هيساوي 5 passes. كده احنا جبنا number of passes، نحطه على جنب، يبقى الـ I بيساوي 5 passes عشان نمسح دي ونشتغل عليه. هي مسألة مباشرة جدا، بس الفكرة انك تحول radius لديامتر عشان يطابق صورة القانون لا اكثر ولا اقل. يعني انت لو عندك قانون بيحسبها بالradius كنا حسبناها، فاحنا ماشيين بصورة القانون فلازم نحول اي حاجة صورة القانون. هو معظم المسائل ما بيلعبش في المليمتر والحاجات دي، يعني بالنسبة للفيد دايركشن او الديبس اوف كات كل الحاجات دي بتيجي مباشرة. الحاجة الوحيدة اللي ممكن يلعب فيها في المسائل هو انه يخلي بيلعب دايما بيلعب في نص القطر او الديامتر، يخليك مره بسنتيمتر مره بالمليمتر. هو انت عموما بتشتغل بالمليمتر، خلي لك مثلا سنتيمتر السنتي في 10 ملي، يبقى تحولها تضرب في 10، لو لك 1 سنتي يبقى انت تاخد الريدس 10 ملي، تشتغل بالملي.
تمام، احنا جبنا كده ال number of passes بيساوي 5. دلوقتي انا عشان احل المسألة دي واجيب ال time لازم اجيب number of revolution، number of revolution، وده بنسميه ال n. عشان كده هنكتب القانون ده، ال v بتساوي باي مضروبة في الديامتر الكبير في n واقسم على 1000. تمام، باي طبعا اللي هي 3.14% في الديامتر الكبير اللي هو 40 في number of revolution اللي انا معرفهاش، تمام، واقسمها على 1000. طبعا السرعة انا عارفها ومديها لي، السرعة مديها لي ب150 ملي متر. كده بقت عندك معادلة مجهول اللي فيها بس n، تعرف تجيب ال n مباشرة، يبقى ال n هتساوي 1094.26 revolution per minute، revolution per minute. تمام، بس انت جبت ال number of passes وجبت ال revolution per minute، كانت حلت المسألة. هي مسألة تعويض مباشر جدا يعني، مفيهاش أي مشكلة. القانون الأخير وهو اللي بيحسب time، machining time اللي هو احنا بنسميه تي، ده بيساوي الطول الكلي في number of passes على number of revolution في الفيد direction. الطول الكلي احنا جبناه 100 mm في number of passes 5 على number of revolution اللي هو 1194.26 في الفيد دايركشن اللي هو معطى في المسألة وهو 5 ملم. كده نقدر نقول ان التايم لما تيجي تحسبه هيطلع 0.883 من 100 طبعا مينت، في ناس كتير بتكتبها سكند وده غلط. كان المسألة خلصت وشكرا.